بعد كده هاجي هنا اضيف برضو التايتل، فهقول له فيو داتا اوف التايتل بتيكوال مثلا ابلود فايلز. بعد كده هنا محتاج الفورم اللي انا هعمل منها الابلود، فممكن نبتدي نستخدم اجزاء من البوت ستراب. هقول له مثلا هنا ديف، الكلاس بتاعه هيكون كارد، وجواه ديف تاني هيكون واخد الكلاس اللي اسمه كارد داش بودي. بعد كده هنا هبتدي اضيف الفورم بتاعتي، فهقول له هنا فورم، الميثود بتاعت الفورم دي هتكون بوست، والاكشن اللي هتروح تعمل عليه بوست هو الاكشن اللي اسمه ابلود فايلز اللي احنا لسه هنضيفه، اسمه ابلود فايلز. بعدين اخر نقطه واهم نقطه، والنقطه اللي انت لو نسيتها وانت بتكريت فورم هتعمل منها ابلود لفايلز مش هتشتغل معاك بشكل سليم، لازم هنا اجي اقول له انك تايب بيكوال مالتي بارت سلاش فورم داتا، كده يقدر انه يبعت لك الفايلز دي للسيرفر، غير كده مش هيقدر ان هو يبعتها. بعد كده هضيف هنا مثلا ليبل، اقول له هنا ASP-4 files، وهياخد الكلاس بتاع البوتستراب اللي هو اسمه form-label، وطبيعي جدا بعده محتاج الانبوت اللي هو هيترفع منه الصور نفسه، فهقول له هنا input وده self close، هقول له هنا ان التايب بتاعه هيكون file والانبوت ده هيكون for الفايلز. بعد كده اخر حاجة هنا هقول له برضو class، علشان classes بتاعت البوتستراب هقول له form-control، وفي الاخر خالص تعال هنا نضيف البوتوم بتاعنا اللي هنعمل منه سبميت، هقول له مثلا هنا ابلود التايب بتاع البوتوم ده هيكون سبميت، وهياخد الكلاسز برضو بتاعت البوتستراب بي تي ان وبي تي ان داش برايمري. تعال برضو نعمل سيف اول ونرجع نتاكد الشكل دلوقتي عامل ازاي. اول نقطه هتلاحظها هي ان حصل ريلود طبعا للبيج، والبيج حاليا شغاله بعد ما كان فيها مشكله، ولكن البوتوم قريب جدا من الانبوت، فتعالى نبعد شويه المسافه ما بينهم. هرجع تاني على الكود، وممكن اخد الليبل والانبوت كده اضيفهم جوه ديف، اقول له هنا كلاس ام بي اللي هي مارجن بوتوم مثلا داش 4، وممكن كمان علشان الانبوت ما ياخدش المساحه كامله ممكن هنا اقول له دبليو داش 50 اللي هي هتخليه ياخد 50% من المساحه. يعني مش هنركز قوي برده في النقط المتعلقه بالستايلنج، ولكن علشان الشكل برده يكون مقبول، وهعمل سيف وارجع تاني على البراوزر. تلاحظ دلوقتي ان الشكل افضل بكتير، لكن واضح ان في نقطة، ولكن كمان واضح ان في نقطة احنا نسيناها، لان احنا دلوقتي لو ضغطنا علشان ابلود فايل فهنلاحظ ان انا مش هقدر اسلكت اكتر من فايل، واحنا اتفقنا ان احنا هنعمل ابلود لاكتر من فايل مرة واحدة، او هنسمح يعني ان الاند يوزر يختار اكتر من فايل مرة واحدة، فده محتاج تعديلة بسيطة جدا. هرجع تاني على الفورم بتاعتي، وهاجي هنا على الانبوت هقول له مالتيبل، بعد كده هعمل سيف تاني، تعال نجرب. فهلاحظ دلوقتي ان انا قادر اسلكت اكتر من فايل مرة واحدة، زي ما هو واضح كده بيقول لي تو فايلز دول كده حصل لهم سيلكشن. يبقى دلوقتي كده الفورم بتاعتي جاهزة اني اقدر ابعت الفايلز دي للسيرفر علشان نبتدي نتعامل معاها. فهرجع تاني على الكنترولر اللي هو الفايلز كنترولر، وهاجي هنا كده هقول له محتاج يكون عندي هنا اكشن هيكون نوع HTTP post، طبعا هقول له هنا validate anti forgery token، بعدين هقول له public i action result، وهسميه بنفس الاسم اللي احنا ضفناه جوه الفورم اللي هو upload files. بعد كده هيحتاج هنا مني نوع الداتا اللي هتوصل الاكشن ده، فنوع الداتا هو نفس نوع الفيو موديل اللي هو احنا سميناه upload files form view model اللي هو النوع ده، وهسميه هنا model. بعد كده تعالى هنا نتكلم ايه اللي احنا بالظبط محتاجين نعمله. وطبعا اول نقطه هي انك المفروض هنا تفاليديت الفايلز اكستنشنز وكمان السايز بتاعها، ودول نقطتين مهمين جدا انت لازم دايما تتاكد منهم بما انك بتتعامل مع فايلز. النقطه الاولى لازم يكون في عندك وايت ليست للاكستنشنز اللي انت بتقبلها، اي اكستنشن تاني غير الاكستنشنز دي ما تقبلش انك تتعامل معاه. والنقطة التانية هي حجم الفايلز، لو الحجم ده تعدى رقم معين المفروض برضو انك ما تتعاملش معاه، والنقط دي بتكون متعلقة بالبيزنس بتاعك، انت سامح بايه ومش سامح بايه. فدول نقطتين انا بس حبيت الفت انتباهك ليهم، لان هم خارج السكوب اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. بعد كده هاجي هنا هقول له ان انا محتاج اكريت ليست اوف ابلودد فايل اللي هو الدومين موديل الوحيد اللي موجود عندنا، واسميها مثلا uploaded files زي ما هو كده بيقترح، وممكن اضغط تاب كمان هو هيكمل الكود، ولكن طبعا مش محتاج اكتب هنا النوع مرة تانية، كده الكود بتاعنا سليم ما فيهوش اي مشاكل.
بعد كده هاجي في النقطة ديت هقول له هنا for each علشان ابتدي اعمل لوب على الفايلز اللي جات لي، فاقول له for each file in الموديل، لكل فايل موجود معاك في الموديل ابتدي نفذ الجزئية اللي انا هعملها هنا. اول حاجة هكريت هنا variable هيكون نوع uploaded file علشان بعد كده هضيفه جوه الليست اللي موجودة فوق عندي دي، فاقول له هنا uploaded file، وممكن برضو اسميه بنفس الاسم uploaded file، ده هي equal new uploaded file. وممكن كمان هنا ابتدي اعمل initialization للفاليو الخاصة بالفايل نيم نفسه، لان الفايل نيم موجود معايا فعلا، فهاجي هنا اقول له ان الفايل نيم هي equal الفايل دوت فايل نيم زي ما هو كده بالظبط بيقترح عليا، وبالنسبة للكونتنت تايب هي equal الفايل دوت كونتنت تايب زي ما هو برضو كده اقترح عليا واختصر عليا الوقت. النقطة اللي بعد دي هحتاج هنا ان انا اكريت فاريبل يكون جواه الفيك نيم اللي هياخده الفايل ده لما يحصل له ابلود عندي على السيرفر، فهقول له هنا var fake file name ده هي equal path dot get random file name اللي هي الميثود دي هي اللي هتجنريت الفيك نيم مش انا اللي هعمل له جنريشن، وبعدها هبتدي هنا احدد الباث اللي هيترفع فيه الفايل بتاعي. فاروح الاول طبعا اضيف الفولدر اللي هرفع عليه الفايلز دي، هروح على solution explorer وهاجي على 3w root هكريت فولدر جديد هنا سميه مثلا فايلز او ابلودز او اي حاجه انت محتاج تسميها، ممكن طبعا الاسم ده يرجع لك مفيش مشكله، انا هسميه مثلا ابلودز. بعد كده علشان اقدر ابلود الفايل بتاعي على الباث ده فانا محتاج هنا انجكت الانترفيس اللي موجود عندنا في الدوت نت كور اللي اسمه اي ويب هوست انفايرمنت، فهطلع فوق هنا كده وهقول له برده برايفت ريد اونلي اي ويب هوست انفايرمنت وهسميه اندرسكور ويب هوست انفايرمنت مفيش مشكله زي ما هو بيقترح كده، فهضغط على تاب بعد كده هضغط كنترول دوت وهقول له اد تو بارامترز وهنزل هنا علشان اكمل بقيه الكود بتاعي. يبقى مره تانية انا في الاول خالص عملت كرييشن ليست فاضيه، وباستخدام الفور ايتش هبتدي الف على الفايلز اللي الاند يوزر بعتها لي، والمفروض طبعا تتاكد من جزئيه الاكستنشنز والسايز، ولكن هنا احنا بنتعامل ان هم مظبوطين. ففي كل فايل هو بيلف عليه ببتدي اكرييت نيو اوبجكت نوعه ابلودد فايل علشان في الاخر خالص هضيفه جوه الليست اللي موجوده قبل الفور ايتش، وعملت انيشاليزيشن للتو فاليوز اللي موجودين معايا اللي هم الفايل نيم والكونتنت تايب بتاعه. بعد كده باستخدام باث دوت جيت راندوم فايل نيم عملت جنريشن لفيك نيم وعملت له اساين على الفاريبل اللي اسمه فيك فايل نيم. وهنا برضو ممكن نعمل نقطه ظريفه، انا ممكن اطلع الفاريبل ده فوق هنا وبالتالي اكون قادر اعمل انيشاليزيشن للفاليوز كلها مره واحده، فاقول له هنا ستورد فايل نيم هيكوال الفيك فايل نيم، يبقى انا كده عملت انيشاليزيشن لكل الفاليوز مره واحده بدل ما اجي اقول له بعدها ابلودد فايل دوت ستورد فايل نيم ايكوال الفيك نيم، فبالتالي كده الكود انا شايفه افضل من الاول. بعد كده هرجي هنا هقول له var path ده بقى الباث اللي انا هابلود فيه الفايل بتاعي، ده هي ايكوال path دوت كومباين، وبعدين انا محتاج هنا اكومباين ثلاث حاجات. النقطه الاولانيه هي الباث بتاع ال 3w root وده بقدر اجيبه من الانترفيس اللي احنا لسه عاملين له انجكشن، فاقول له هنا underscore web host environment dot web root path، ده كده اول جزء. الجزء اللي بعديه هو اسم الفولدر اللي احنا عملنا له creation، فاقول له هنا uploads، وبعد كده في الاخر خالص هنا محتاج اسم الفايل نفسه، فاقول له الفيك فايل نيم هو ده اسم الفايل، فبالتالي كده ده الباث بالكامل. بعد كده محتاج ان انا انقل بقى الفايل ده خلاص على السيرفر بتاعي، فهاجي هنا اعمل using للفايل stream سميه برضو file stream وده هي equal new file stream او برضو تقول له new مباشرة، وما بين القوسين بتوع الكونستراكتور هتحتاج هنا انك تبعت له نقطتين، النقطة الاولى هي الباث والنقطة التانية هي المود، فهقول له هنا file mode dot create علشان ده فايل جديد احنا محتاجين نعمل له creation، يبقى دي كده اول نقطة. النقطة التانية هاجي هنا اقول له بقى ينقل خلاص الفايل ده، فهقول له file dot copy to وهبعت له جواها الفايل ستريم زي ما هو كده بالظبط بيقترح، فهضغط على تاب وهو كمل الكود. بعد كده هاجي في الاخر خالص هقول له هنا الابلودد فايلز اللي هو الفاريبل اللي احنا كريتناه في البدايه خالص اللي موجود قبل الفور ايتش دوت اد، وهضيف جواه الابلودد فايل زي ما هو كده بالظبط بيقترح، فهضغط على تاب وهو كمل لي الكود. همسح بس السطر ده مش محتاجه، وهاجي في الاخر خالص بقى بعد الفور ايتش هقول له هنا underscore context علشان ابتدي انقل الفاليوز دي للداتابيز دوت اد رينج وهبعت له الابلودد فايلز زي ما هو برضو بيقترح، هضغط تاب هيكمل الكود. بعد كده هقول له underscore context dot save changes علشان يسيف الفاليوز دي جوه الداتابيز، واخيرا هاجي هنا اقول له return
redirect to action index، بس انا ما بحبش اكتب الاندكس بالشكل ده. هقول له هنا name of الاندكس. طبعا واضح عندي هنا ان في ايرور موجود تحت هنا، في ايرور. تعال نشوف ايه بالظبط الايرور اللي موجود. الايرور هنا ان انا كنت بقول له for each file in model، وهو المفروض الموديل دوت الفايلز. طبعا دي كانت غلطه. تعالى دلوقتي نتاكد الدنيا شغاله ولا في مشكله. هقول له تاني choose files، واختار مثلا التو فايلز دولت. هقول له open، وبعدين هضغط على upload. هلاحظ دلوقتي ان هو رجعني على الاندكس. في هنا عندي الاسامي الاصليه للفايلز اللي انا رفعتها. طب تعالى نتاكد هم مرفوعين جوه السيرفر شكلهم عامل ازاي، ونتاكد برضو من الداتابيز شكلهم موجود عامل ازاي في الداتابيز. هرجع الاول على الداتابيز، وهروح على التيبل اللي هو اسمه uploaded files ده، هقول له view data. هلاحظ هنا ان التو فايلز بتوعي موجودين فعلا. ده الاسم الاصلي للفايل، وده الاسم الفيك اللي المفروض الفايل بتاعنا حصل له سيف بيه جوه السيرفر. وهنا طبعا الكونتنت تايب. تعال نروح بقى نتاكد هم اترفعوا شكلهم عامل ازاي. فهروح على السولوشن اكسبلورر، وهاجي هنا على الابلودز. فواضح هنا ان هم فعلا اترفعوا بفيك نيمز، وده معناه ان الكود بتاعنا شغال بشكل سليم فيما يتعلق بالابلود.